وسهلا متتبعي قناة مطبخ وتدابير سارة بوزيان. اليوم جبت لكم وصفة تاع العجة التونسية على أصولها. كاين مكون واحد فقط اللي غيرت فيه، اللي هو الفلفل الحلو. هما يديروه خضر وأنا شويته اليوم باش يمد لكم بنة ولا أروع. نتمنى تجربوا الوصفة. نقول لكم مرحبا بكم في قناتي، فرجة ممتعة. وسهلا بكم متتبعين قناة مطبخ وتدابير سارة بوزيان. اليوم راح نعطيكم الوصفة تاع العجة. هذه الوصفة وصفة تونسية، يديروها خوتنا التوانسة. راح نعطيها لكم على أصولها. غيرت فيها حاجة واحدة فقط اللي هي الفلفل، هما يحطوه خضر وأنايا راح شويته ونقيته وقطعته كما راه موضح. دوك نجوزو مباشرة على بركة الله للمقادير. المقادير واش فيها؟ المكون الأساسي اللي هو المرقاز. عندي هنايا كما راه موضح عندي طوماطيش مقطعة دي كوب، عندي راس حار هنايا تاني مقطع قطع صغيرة بهذا الشكل. هنا الحار إلا تاكلوا الحار ضيفوا الحار، ما تاكلوش تقدروا تستغناو عليه. هنا عندي الفلفل، هما يحطوا الفلفل في العجة تاعهم تاع المرقاز يحطوه خضر، أنا شويته قطعته بهذا الشكل. بالنسبة للتوابل واش عندي؟ عندي راس الحانوت، عندي الكروية، عندي زريعة البسباس، الملح، العكري وفلفل الكحل. عندي البيض على حسب أفراد العائلة. عندي هنا 4 سنة ثوم كبار مربيين بهذا الشكل باسكو العجة تحب الثوم. عندي مغرف طماطم مصبارة وعندي مغرف هريسة. بالنسبة للهريسة نقول لكم كما قلت لكم على الحار، إلا ما تاكلوش الحار تقدروا تستغناو عليها. وعندي هنا كمية تاع زيت الزيتون. دوك نجوزو مباشرة على بركة الله لطريقة التحضير. حاجة نبدا بها هي حطيت الطنجرة تاعي فوق لاكويزينيير تسخن، نديرو فيها كمية تاع زيت الزيتون. اللي ما يحبش زيت الزيتون ولا عنده حساسية يقدر يدير زيت المائدة العادي بهذا الشكل. تكون سخنت لنا القدرة تاعنا. أول مكون نضيفو فيها هي زريعة البسباس هنايا باش تمد لنا البنة تاعها بهذه الطريقة. بعد ما ضفت زريعة البسباس اتقلت شوية في الزيت، نضيفو المرقاز هو الأول. أنا قطعت المرقاز ما حبيتش نضيفو حبات كبار، يسمى هنا باش يجيني ساهل في الأكل. ومام يكون عندكم مرقاز قليل بهذه الطريقه يسمى راح كيما نقولوا حنا راح تحصلوا على كميه لاباس بها. انا كانوا عندي 5 حبات مرقاز قطعتهم، شوفوا يعني الله يبارك. دوك هنا نقليهم. هنا بعد ما طاب لي المرقاز نحيوه. علاش نسبقوا في المرقاز؟ باش يطلق لنا البنه تاعو. وعلاش نديروا زريعه البسباس؟ باش تمد لنا البنه تاع العجه تاع التوانسه، باسكو التوانسه يديروها بهذه الطريقه تتحصلوا على واحد النتيجه بالبنه تاع زريعه البسباس ما شاء الله. هنا تحبوا تخلوا المرقاز تاعكم حبات، هذا الشيء يرجع لكم. انا حبيت نقطعوها هكا قطع يسمع باش نتحصل على نتيجه مليحه بهذا الشكل. دوك انا هنا واش نضيف؟ نضيفوا طماطم المصبره تاعنا، عفوا طماطم حب. نضيفو الراس تاع الحار اللي درتو، قلت لكم هنا هذا الشيء يرجع لكم اختياري. ونديرو الفلفل الحلو بهذا الشكل. علاش نحب نطيبها في الفخار؟ في الفخار كل حاجه طيب على قانيها، يسمى هنا ما نمرقهاش خلاص، ما نديرلهاش هذيك شويه تاع الماء اللي تسحقها. نديرو مغرف تاع الطماطم والصباره، المغرف تاع الهريسه والثوم، التوابل اللي نعاود نذكركم فيهم. الكرويه لازم تضيفوا لها الكرويه، العجه تجيب الكرويه. عندي راس الحانوت هذا تاع تونس او يتباع هنا موجود في الاسواق. عندي فلفل اسود، عندي العكري الحلو ولا تحبوا الحار. انا درت العكري الحلو يسماني دايره الهريسه والحار، ما يكفيوني هذاك بالنسبه للحار. وعندي الملح. دوك هنا نخلط كل شيء مع بعض ونزيد نخليهم يطيبوا باش نكملوا بقيه المراحل. ريحتها في الدار راهي ما شاء الله. بهذه الطريقه بعد ما طابت لي الطماطم والفلفل الحلو اللي كنا شويناه، قلت لكم انا غيرت في الوصفه هذه غير الفلفل. هما الفلفل يديروه خضر وانا شويته باش يسمى يمد لي بنه مليحه. ومن في الدار ما يحبوهاش بالفلفل الاخضر، يحبوه مشوي. شوفوا النتيجه اللي تحصلت عليها. هنا من داك من داك ومرسوا هذيك الطوماطيش مع الفلفل باش يزيدوا يطلقوا البنه تاعهم. دوك نوري لكم لاصوص اللي تحصلت عليها، شوفوا يعني خاطره ما شاء الله. دوك انا هنا واش ندير؟ هنا نعاود نرجع المرقاز في لاصوص بهذه الطريقه.
يعني تحصلت على نتيجة ما شاء الله. احنا نردو المرقس تاعنا من الفوق هكذا، نزيد نخلي المرقاز عفوا يتشرب لي لاصوص تاع الفلفل والطماطم والحار، باش هنا نزيدو نفقصو عليها البيض. بعد ما تشرب لي المرقاز لاصوص يسمى واحد 2 مينوت 3 مينوت، نبداو نديرو هنا حفر في الوسط ونديرو البيض. عفوا بسم الله اللهم اجعله حلالا طيبا. نبداو نضيفو البيض على حساب افراد العائله، اذا كنتو 4 ديروا 4، 5 5، دوكا هنا على حساب افراد العائله تاعكم. انا البيض تاعي مغسول وجديد كيما متعودين معايا، بهذه الطريقه كيما راهو موضح هنا، ونخلو البيض تاعنا يطيب. هنا انا جبت لكم الوصفه الاصليه تاع العجه التونسيه، هذه هي لا فري روسيت تاع العجه، قلت لكم غيرت فيها. نهضر نقول ونعاود اونكا، وفي التعليقات يقولوا لي احنا ما نديروش الفلفل مشوي كيما نقولوا احنا خاوتنا التوانسه، احنا في دارنا يحبوها بالفلفل المشوي، هي في الاصل تجي بالفلفل الاخضر، يعني الطرشي الاخضر مقطع دي كيوب، ما يقليوه ما يشويوه. انا هنا يشويته باش يمد لي هذيك البنه. دوك انا هنا نخلي البيض تاعنا يطيب، من بعد ننكهو بشويه فلفل الكحل من فوق، ونتلاقاو ان شاء الله بحول الله تعالى في صحن التقديم. بعد ما طابت لي العجه ديالي زينتها هنا بشويه معدنوس وحشيش مقطفه والمرقد. هنا هذا الشيء قلت لكم ونعاود لكم بالنسبه للحر، هذا الشيء يرجع لكم نقول لكم برك بلي هذه الاكله معمره بلي فيتامين سي والبروتين، وتوت فاسون كيما نقولوا احنا اكله غنيه، يعني شفتوا كامل كيفاش المقادير ديالها وطريقه التحضير. نتمنى تجربوها، نقول لكم صحه عشاكم، امسيه سعيده، سلام سلام.